اي انقص عليكم الروتين الرمضاني والحديث عن المسلسلات وكل شيء ونرجع بكم للصندوق. لما كنتي تعرفوها الحكايه ذي اما مثالش خليني نفكركم وانه البلاد شاد ثنيه الحيط وباش تدخل فيه ومقبله فيه ديريك. ابداها من الكورونا والازمه الصحيه اللي ماشي وتخنق البلاد ولا الفلسه اللي في الدوره في خضمها اللي نعيشوا فيه الكل تقولش ربي يهدي العباد اللي يحكموا فينا ويتلهوا ويصلحوا البلاد ويخرجونا من الوحده اللي نحنا فيها. ابدا الشيء ماشي ويزيد والجماعه كل مره في عركه على الصلاحيات واستغلال مؤسسات الدولة باش يصفيو حساباتهم وعركات. وعلى ذاك لهنا عنا برشا ما نقولو برا جيب شربك وإجا إركش خلي نفركو الرمان. خلينا نبدا ونقول لكم يا جماعه هو انه اللعب كساح ملي الغنوشي عمل تحويل وجه للمشيشي. وكانت تفكروا اك التصويره نتاع العشاء الشهير اللي حضر فيها الغنوشي ونبيل القروي وسيف الدين مخلوف والمشيشي. وقتها اختار المشيشي انه يقلب الفيست على قيس سعيد اللي حطوا رئيس حكومه ويمد رقبته للترويكه جديده المهم يضمن على بلاصته. العركه ما عادش دودي ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس البرلمان اما وليت ثلاثيه الابعاد ما بين رئيس الجمهوريه ورئيس الحكومه ورئيس مجلس النواب. برا نبداو بالعركة الأولى. نجمو راو العركة في الصلاحيات مثلا. الحكاية بدات وقت اللي رجل غنوشي رئيس البرلمان بدا يجي في الصلاحيات نتاعو باش يمركي بونتو على قيس سعيد وهز التليفون وكلم فيه السراج رئيس حكومة الوفاق الليبي. باللي خلينا نوضحوا لهنا وانه من صلاحيات رئيس مجلس النواب انه يشرف بالاساس على مجلس النواب وادارته. وهذا في حد ذاته راهو مش شوية في نظام برلمان. وصلاحيات رئيس الجمهورية هي الدفاع والخارجية والامن القومي. اما هاو كرشودة قال هذا خريجة. قال لك دبلوماسيه برلمانيه وكعور ودزل اللعور والمهم يتلهوت على صلاحيات غيره. الرئيس تغشش وقال لك تونس فيها رئيس واحد وين المسؤول عن الخارجيه. في بالكم وفاد غادي؟ لا. بعد المفاوضات الكبيره اللي تعدات بها ليبيا باش توفي الحرب الاهليه وترجع للثنيه وشدت حكومه جديده قيس سعيد مشى ليبيا في زياره الدوله. في نفس الوقت جماعه من النهضه قاعدين ينبروا على دبلوماسيه الرئيس اللي يقولوا فاشله وكيفاش مش فاهم حتى شيء من وضع في ليبيا. الجماعه هذم يهبلوك باحترام هيبه الدولة. اما اكبر عركتين هما وقت اللي تعدى تحويل وزاري ومشيوا للبرلمان واخذوا ثيقته وكفلهم قيس سعيد وقال لهم انا مانيش نعيط للوزراء هذوما باش يأديوا اليمين ويشدوا وزاراتهم على خاطر فما شكون فيهم فيه ريحه الفساد. الرئيس قال لهم انا راني ما نحبش نبلوكي الدوله اما مانيش نقعد نتفرج في ناس عندها شبهات فساد شدوا تحكم. ولهنا الاخشيدي قال لهم وانه اداء اليمين ما هوش اجراء شكلي وهو جوهري في التحوير الوزاري. والعركة الثانية مربوطة بالعركة الاولى وقت اللي التحوير الوزاري فكر السياسيين في المحكمة الدستورية. ولهنا بالرسمي نشوفوا الانتهازية متاع الحزاب اللي تحكم. كي راهو انه الرئيس يقفلهم كشوكة في حلقهم وكل ما يتعديلوا قانون ولا حاجة ما يوافقش عليها وما يصححهاش قال لك لهنا ما يساعدناش وانه قيس سعيد يقعد وحده يأول في الدستور وعلى ذاك لزمنا محكمة دستورية. لا يعطيكم الصحة كي تفكرته فريمو يعطيكم الصحة. والبرلمان صوت على قانون تاع المحكمة الدستورية وبعثوه للرئيس باش يصححوا. يا أخي بعث لهم جواب طويل عريض قال لهم هاني مانيش نصحح عليا القانون هذايا وأعلى ما في خلكم اركبوه. على خاطر حسب ما يقول نص الدستور لازمك تعمل المحكمة الدستورية بعد عام من انتخابات 2014 وقال لهم انتم ما عملتوهاش دونك كان تعملوها تو تولي ماهيش دستوريه. اما كان تحبوا تعملوها برا وبدلوا الدستور ونقحوا الفصول هذه. بلي اقرب اقرب خليني اقول لك حاجه الدستور ما يتنقح كان بالمحكمه الدستوريه. تو تنجم تضحك هذه هي شكون قبل الدجاجه ولا العظمه اما في حالتنا لا هذه ولا هذه. بالله على ذكر البرلمان خلي نعطيوه حقه. سيبني امي مانيش انا باش نقول لكم انه على النواب متكئ على الحصانه ويعنفوا في بعضهم ويتبوربوا على الدوله قيد على نائب وعندي حصانه. كيف سيف الدين مخلوف اللي صور في لايف وهو يتعارك مع امنيين في المطار ويعيط لاصحابه ولا عبير موسي اللي ديما حاله تليفونها وحاله تنا اللايف زعما توثق في اللي صاير في المجلس. نحنا فرحنا اللي هي هفتت شويه وغاب في رمضان هاي رجعت لنا وهي لابسه كاسك نتاع موتور قول فالنتينو موسي. عندنا برشا نواب داخلين البرلمان باش يستغلوه مش باش يخدموا الشعب. المهم اعطيني حصانه باش لا نتحاسب ولا نتوقف مش كدرشني نعمل حتى نكون سارق ولا فاسد. ها فتكم بالحديث نهار عيد ميلاد قوه الامن الداخلي خرج قيس سعيد وقال لهم اللي هو قائد الاعلى القوات المسلحه. فلم ياتي بهذا الدس الدستوري بيان
للقوات المسلحة العسكرية. وكالعادة والعويل مشى عمل البحث متاعو وجبد القوانين وجاب لهم بريزونتاسيون وعمل ديمونستراسيون وقال لهم راهو قوات المسلحة أي واحد هز سلاح، يعني مش كان الجيش كهو، أما زاد شرطة وحرس وديوانة. من غدويك هشام المشيشي رئيس الحكومة سلاش وزير الداخلية بالنيابة يعين الأزهر لونجو اللي محسوب على النهضة مدير عام المصالح المختصة. بولهيش يعرف مليح وإنه لازم يحط يديه على الداخلية. دايور هذاك اللي عامله وقت اللي أقال وزير الداخلية بعد اللي عين مدير عام أمن وطني بغير مرجع. وأكثر من هذا وزير الداخلية اللي أقاله كان تابع القيس سعيد. رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة كالفار والقطوس. رئيس الجمهورية يمشي للثكنة هذه، من غدويك رئيس الحكومة يمشي يتعشى ولا يهز روحه لثكنة أخرى. المهم شكون يربح الوزارة المهمة ذي وثقتها باش يعارك بها العباد اللي كونترو. في الأخر نجم تقولوا لي يا أخي خليه يتحاركوا ياكلوا بعضهم هذوما، شنو دخلنا؟ نحب أقول لك وإنه العركة ذي يمكن ما يهمكش، صحيح أما راهو يأثر عليك. أبداها من الكورونا والأزمة الصحية وسكر وحل كل واحد يضرب على مصالحه وأنت تستنى في الندوة الصحفية باش تعرف وقتاش تروح. للتلقيح اللي كل مرة نسمعها صاير فيها ترافيك هاو سرقوا وانتي بعثينك جملة، وخاصة هالاقتصاد البارك اللي قعدنا كنا تعارك ومتلهيناش بيه ورصدت لنا كل مرة نمشي من السلف في الفلوس. وكيك ضربة ضربتين تتعدى تلقى ليسون زاد، كمل تلقى الخضرة زادت، الدخان زاد وغيره وغيره. استغلال الأجهزة ومؤسسات الدولة حاجة نعيشوا فيها من الثورة وانتي جاي. اللي يخلط الحكم ديريكت يحاول يحط يده عليهم باش يتحكم فيهم ويضرب بهم اللي كونترو. وتمشيوش تخموا وانه هذا الكل باش يجي على روس السياسيين اللي عايشين في البحبوحة والرخاء. ليه بالطبيعة باش تجي على راس الشعب اللي لا يرى في البلاد تقدم ولا اقتصاد يتحسن وحتى حقوقه ساعات ما يخلطش عليهم. كيف ما يقول الشاعر والاديب يتولي لها وتعرف، ويجي نهار ويلقاو رواحهم على برا من الحكم والتاريخ واللي تحب انت. هذه كانت حلقتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. ما تنساوش تعملوا جيم ابوني وتخليونا رايكم في الكومنتات وهاو الانستغرام تاعي والانستغرام تاع نويد، وانا نشوفكم في الفيديو الجاي. وإن شاء الله عيدكم مبروك. باي باي.